عارف ان انت النهارده قبل ما اخش معاك في كثير من الامور شاهدت المباراتين اليوم وصعود منتخب فرنسا ومنتخب البرتغال للدور القادم، والاثنين صعدوا بشق الانفس. كيف شاهدت اليوم صعود فرنسا والبرتغال للدور القادم؟ استطيع أن أشاهد الشوط الأول من مباراة فرنسا وشاهدت الشوط الثاني من مباراة البرتغال وسلوفينيا، ولكن المباراتين كانتا مباراتين صعبتين للغاية، وبالتحديد مباراة فرنسا أمام بلجيكا، لأنك كنت تتحدث عن منتخبين كبيرين، فرنسا وبلجيكا، والبرتغال كذلك مرت بصعوبة من سلوفينيا بركلات الترجيح، وكانت مباراتين ممتعتين للغاية، ولكن لم تحدث أي مفاجأة حتى الآن في البطولة. حتى خروج المنتخب الإيطالي مش بتعتبره مفاجأة؟ نعم، ولكن بالنظر أتحدث تحديدا عن مباراتي اليوم، لم تحدث مفاجآت. نعم، خروج منتخب إيطاليا مفاجأة، لأنه كان ضمن المرشحين للفوز باللقب كونه حامل لقب النسخة الأخيرة، ولكن من وجهة أو من منظور كرة القدم منتخب سويسرا كان الأفضل في مباراة إيطاليا واستحق الفوز، ولكن المفاجأة في أنك كنت تنتظر منتخب إيطاليا في أن يصل إلى أبعد مدى في البطولة كما هو منتظر، وأعتقد أن الأمور تبدو طبيعية حتى الآن.